وأعيد وأكرر وأقول للبرلمانية التي تكلمت وطعنت في الرقية الشرعية التي تعود للحزب الاشتراكي وسبتنا وعيرتنا وقزمتنا بكلامها، هدانا الله وإياها، أقول يا أختي الكريمة عليك أن تحاربي البطالة عندنا بالمغرب، عندنا شباب. والله لو هؤلاء الرقاة الدخلاء، أنا لا أتكلم عن الشرعيين المتمرسين المخضرمين، لو أن هؤلاء الدخلاء الذين كانوا الذين يمارسون الآن الرقية معنا وهم معروفون عند السلطة عند الأمن عند الناس عند عوام الناس، هؤلاء الدخلاء لو وجدوا عملا لما التجأوا إلى الرقية. بالعربية ديروا الناس فين يخدموا، عالجوا المواقف العظمى، عالجوا المشاكل ديالكم الصحية، عالجوا إذا بغيت تعالجوا مشاكل الرقية عالجوا قبل منها، عالجوا قبل من الصحة والتعليم، وعالجوا الفقر والهشاشة والتهميش، عاد عالجوا الرقية الشرعية مباشرة، بالكم غير الرقية الشرعية شغلوا بها الرأي العام وديروا بها شويه البيز وتلفوا الناس، عالجوا مشاكل الناس. هذا النداء كنوجهوا للبرلمانيين والبرلمان اللي بغاو يلعبوا على العقول ديال السداج من الناس. لا حقا الرقيه والنصب واحتيال، واشغلوا الناس بمشاكلهم الحقيقيه. بالتعليم حنا معروفين عالميا اننا حنا من الاخرين في التعليم، في الصحه حنا الاخرين، كنعانيو من الفقر، كنعانيو من الهشاشه. حنا المغرب العميق عندنا في كازا، ما عندناش الجبال، عندنا هنا عندنا اطفال مشردين هما في محطه ديال ولاد زينه في الشارع وفي الطرقات. نعالجوا المشاكل الاداريه ديالنا، نعالجوا مشكل الموظفين الاشباح اللي كيتواجدوا عندنا بالادارات العموميه. عاد نعالجوا الرقيه، الرقيه سهل التقنين ديالها، سهل جدا، سهل. قرار من صاحب الجلاله حفظه الله باشراف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه المشكل تحل. لكن باش نتوما غتشدوا الرقيه الشرعيه وبداو تلعبوا بحال شي كره داخل البرلمان على حق اجي ندوخوا شويه الناس بموضوع الرقيه. موضوع الرقيه الله يجزيكم بخير موضوع عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويسترقى، ومعروف هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. والقران يعلو ولا يعلى عليه، لن نرضى ان يهان كتاب الله، لن نرضى ان يهان محمد رسول الله، لن نرضى ان يهان الله قبل كل شيء. فمن يهين الرقيه يهين الله عز وجل، ومن يتطاول على الرقيه يتطاول على رب العالمين، وهذا لن نرضاه، لن نقبله ابدا.